هذا يقول بين لنا وقت الوقوف بعرفة ووقت الانصراف منها، وأين يكون المشعر الحرام بمزدلفة. وقت الوقوف كما بينته لكم يبدأ من زوال الشمس يوم 9 ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة 10، هذا وقت الوقوف. والذي يقف بالنهار يجب عليه أن يستمر إلى أن تغرب الشمس، ولا يجوز له الانصراف إلا بعد غروب الشمس. أما الذي يقف بالليل فهذا ينصرف متى شاء، الذي يقف في الليل ينصرف متى شاء. أما الذي يقف في النهار هذا لا يجوز له الانصراف إلا بعد غروب الشمس. المشعر الحرام قيل إن المراد به الجبل الذي في المزدلفة الذي عليه المسجد الآن، وقيل المراد بالمشعر الحرام كل مزدلفة كلها تسمى بالمشعر الحرام. والإنسان إذا نزل في أي مكان من مزدلفة فقد حصل ولله الحمد على المطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم لما بات في مزدلفة قال: وقفتها هنا، وجمع يعني مزدلفة كلها موقف، مثل ما قال في عرفة: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فالأمر واسع ولله الحمد. هذا يسأل يقول: هل يلزم المتمتع أن يبقى داخل حدود الحرم حتى وقت يعني وقت الحج، وما الحكم إن تمتع بالعمرة ثم خرج قبل الحج وأتى محرما من الميقات؟ نعم، المتمتع إذا خلص العمرة الأحسن له أن يبقى في مكة حتى يأتي يوم 8 من ذي الحجة ويحرم بالحج، هذا هو الأفضل. وإذا خرج من مكة لحاجة، كما لو خرج إلى الطائف أو إلى جدة خرج لحاجة، فلا بأس أنه يخرج. ولكن إذا كان خروجه قريبا يعني المسافة قريبة يحرم من مكة بالحج، إذا كان المسافة بعيدة فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به، إذا رجع للحج يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه. إذا كنت أسكن داخل مكة فهل أدخل ضمن أهل مكة الذين نعم، إذا كنت مقيم في مكة، إذا كنت مقيما في مكة لعمل فأنت تأخذ حكم أهل مكة، لا يكون عليك هدي. إذا كانت إقامتك بمكة طويلة للعمل